حلوة التورتة. حلوة التورتة، طعم التورتة، تورتة قمر قمر. وحشتوني طبعا من الأسبوع اللي فات جدا جدا جدا، وغيرنا كمان الخلفية عشان الخلفية البامبة دي ما كانتش لايقة على شخصيتي، وكانت يعني محجماني إلى حد ما. والحمد لله إن في حلقة النهاردة إحنا شلنا الخلفية بتاعت التورتة بتاعت التورتة. إحنا هناكل التورتة بعد ما نخلص على التورتة. طبعا وباختصار شديد مشاهداتي عزيزات وبناتي حبيبات، اللي ما يعرفش هيعرف دلوقتي، واللي عارف اديب يتفرج وهو عارف ايه اللي حصل في موضوع التورتة. البنت الجميلة القمر اللي هنرمز لها بحرف النون، النون، وسيد الاستاذ ميم ابو تورتة، ميم ميم ابو تورتة. الراجل انا بحبك، انا بحبك. طب ايه بقى؟ لا انا ما بعملش حاجه حرام، تعالى اخطبني. حاضر. رفض ان هي تنزل تشتري معاه الشبكه بناء على كلامه اللي عامله في فيديو، وجاب الشبكه وراح علشان يقرا الفاتحه. كان متخيل ميم ابو تورته انه بعد ما يروح يقرا الفاتحه بالدبلة اللي هو جابها انه هيعرف بقى ينزل ويخرج ويطلع والدنيا هيصة. فالاهل قالوا يا حبيبي يا بابا هنعمل خطوبة امتى والشقة فين والحياة ماشية ازاي؟ فابو تورتة ما عجبوش، ابو تورتة ما عجبوش حبيبي، اتخانق مع اهل العروسة واتخانق مع اهل البنت، ودي رواية نون. وبعدين عملوا ميعاد الخطوبة، والبنت راحت حجزت القاعة ودفعت الفلوس والتكاليف والفساتين والحاجات، وعزمت صاحبتها والجيران وجيران الجيران وبنت خالتها وبنت عمتها والأهالي وأهل الأهالي وكل أم لا إله إلا الله. ما عزمتنيش يا أستاذ حبيبي. طيب ده رواية نون، عشان أنا لسه هخش لكم في أبو تورتة حالا دلوقتي. فرواية نون قالت انه حصل خلاف، والخلاف يعني اتلم حلق وقع مش مهم. وبعدين جه الاستاذ الخطوبة، ام اخت ولاد خالة، اتنين بنات، صحاب مفيش، اهل مفيش، قرايب مفيش، جيران مفيش. استغربت حبيبتي لان هو كان قبليها بيومين راح خب منها الشبكه على اساس ان هو هيلمع الشبكه عشان الشبكه تبقى بتلمع ويديها لها في الخطوب. تمام، فين يا حبيبي الشبكه؟ الشبكه كب عليها شربات، اغسلوها جوه، اغسلوا الشبكه، ها تبقى صابون المواعين واغسل الشبكه. فين يا حبيبي الشبكه؟ اصل الشبكه في جيب مين، اصل مش عارفه ايه، اصل ايه. على روايه نون انه يا مامته يا اخته يا ما اعرفش مين دخل سلك التورته. يا فك، خالي تعبان، لازم اروح المستشفى، سابها في وسط القاعه في وسط اهلها واصحابها واخواتها وحبايبها دون اي مبرر، وفضيحه بجلاجل، وخد التورته. تمام، بعت لها رساله، بنت حطت سكرين شوتس على ال كل الفيسبوك والانستجرام وجميع التواصل الاجتماعي بالرسائل، انه ده درس بقى يعلمك يا حبيبتي انت واهلك، بعد كده ما تتشرطيش على حد، واللي تاخديه تقبلي بيه اهو. يلا فضحتك حبيبي بيبي، والله تستاهل كل خير والله العظيم، ده ابن حلال والله وهتستاهل كل خير دلوقتي. تمام، قصه ابو تورته قصه مختلفه، نون كذابه، ده ما حصلش. اللي حصل انه انا الكلام ده في فيديو، ها، محطوط على كذا جريده رسميه في مصر، عملوا معاه الانترفيو 1 تو 1 وابو تورته طالع في الصوره. نون كذاب، الكلام ده ما حصلش. اللي حصل انه انا كنت واقف برقص، واقف بيرقص مع خطيبته نون، وبعدين وهو واقف بيرقص ضرب بعينه
ما لقاش خاله، على اساس ان العريس لما بيبقى واقف في خطوبته بيقعد يشوف مين قاعد ومين واقف ومين في الحمام ومين بيتكلم في التليفون بره، ضرب بعينه نظره ثاقبه ما لقاش خاله في الفرح، توجس خاف على خاله، قال لك خالي فين يا جماعه؟ قال لك خالك مش موجود. يعني ايه خاله مش موجود؟ خاله ده شخص مهم جدا بالنسبه لي، اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد. طب وبعدين خاله فين؟ خاله مشي. خاله مشي ليه؟ عشان خاله تعبان. خاله تعبان؟ خاله عنده كانسر. ابن اخته ما يعرفش انه عنده كانسر، ما يعرفش انه عنده كانسر غير في خطوبته. ماما ما خافتش على مشاعر ابنها وادته الخبر في الخطوبه وقالت له خالك يا ابني عنده كانسر. العريس توجس خوفا وابتدى وبعدين اهل العروسه سالوا على الشبكه، فين يا حبيبي الشبكه اللي انت خدتها مننا من يومين يا بابا علشان تلمعها؟ قال لك الشبكه في شنطه ماما. هو اللي قايل الكلام ده في الفيديو، الشبكه في شنطه ماما. فين شنطه ماما؟ فين تورته ماما؟ شنطه ماما مش موجوده. ليه يا جماعه شنطه ماما مش موجوده؟ اصل ماما مشيت، ماما سابت لابنها الخطوبه ومشيت عشان خاله تعبان. طب وبعدين يا حبيبي عملت ايه؟ انا خفت على خاله فسبت الخطوبه ومشيت. ايه ايه وما خدتش التورته؟ ما خدتش التورته. حلوه التورته والله العظيم. بص التورته كريزه قمر، جميله التورته، هاكلها زي خاله بقى. اشمعنى هو بقى، اشمعنى خاله اكل التورته انا ما اكلتش التورته؟ عريس ليله خطوبته في عز فرحته واقف يرقص مع خطيبته، بيبص على الترابيزات مين قاعد ومين مش قاعد ومين بيكلم في التليفون ومين بيعمل مش عارفه ايه. يعني بيشتغل حاجه مهمه جدا. ها ده لازم يا ابني، انت لازم تشتغل حاجه مهمه جدا عشان انت تقعد في وسط الناس وانت بترقص مع اصحابك وهي كذابه وبتقول ان انت ما جبتش صحابك وانت واقف ترقص مع اصحابك ومركز مع كل المعازيم. ها وخاله تعب ومشي وما كنتش تعرف ان خاله تعبان الا يوم خطوبتك. يعني هم مخبيين عليك يا حبيب قلبي كل الفتره دي عشان خايفين على مشاعرك حبيبنا، وقالوا لك يوم خطوبتك انه خالك تعبان وعنده كانسر. يا نهار ابيض. لا مش كده وبس، ده ماما سابت الخطوبه ومشيت تقريبا. ماما كمان اتفاجئت ان اخوها لسه جايله كانسر حالا، وربنا يشفيه ويعافيه لو كان عنده فعلا عنده كانسر، لان لا شماته في الموت ولا شماته في المرض. بس ماما اتفاجئت ان اخوها عنده كانسر. طب ما خدتش خطيبتك ليه وقلت لها يلا نهد الليله خالي تعبان ونمشي؟ ها؟ بدل ما تسيبها واقفه عيني بطولها في وسط القاعه. دي بتسالها خطيبك فين ودي بتسالها خطيبك فين ودي بتسالها خطيبك فين. بس يا ابني انت ابن حلال والله وبتستاهل والله العظيم كل خير. ها؟ حدش علمك ان في حاجه اسمها زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف؟ محدش علمك ان بيوت الناس ليها حرمه مش ليها تورته؟ محدش علمك؟ محدش علمك ان العيال الصغيره في المدارس بيعلموهم ره جيم لام، الاولانيه تبقى راجل والتانيه تبقى رجل ترابيزه ولا كنبه؟ محدش علمك؟ محدش علمك ان الفرق ما بين الاتنين انه رجل الترابيزه هي جماد ناطق لا يتحدث لكن الراجل بيتربط من كلمته؟ محدش علمك؟ ها؟ محدش علمك صح؟ دينك معلمكش؟ فامساك بمعروف او تسريح او تسريح باحسان على الجواز، ربنا سبحانه قال كده، يا تخليها بالمعروف يا تسرحها باحسان. مفيش. ما تعلمتش ان نهايه العلاقه لازم يكون فيها شرف؟ ما تعلمتش ان نهايه العلاقه لازم تكون بادب يا محترم؟ محدش علمك؟ واضح ان محدش علمك عشان ماما مشيت ورا خاله. الحقيقه ان انت كنت عايز تعمل لها فضيحه بجلاجل. ليه واحد يسيب خطيبته في قاعه الفرح ياخد بعضه ويمشي الا لو كانت فيها حاجه؟
يقف حالها ويسوق سمعتها ويكسر قلبها ونفسها. تسمع عن كسرة النفس ولا محدش علمها لك؟ تسمع عن كسرة القلب ولا ما تعرفهاش؟ ما تسمعش يا ابو تورته، ما تسمعش ولا يا درش. الحقيقه ان الفضيحه اللي انت كنت عايز تعملها لها ما حصلتش. عارف حصل ايه؟ ربنا رفع ستره عنك وخلاك يا ابو تورته عبره لمن تعتبر، والقوي في الاقوى منه. وكويس ان انت عملت كده، وانا هقول حالا كويس ليه انت عملت كده. ودينا يلا كفايه عليك كده، اديك خدت نصيبك ها مني ومن كل ستات وبنات ورجاله وشباب، مش جمهوريه مصر العربيه بس يا حبيبي، الوطن العربي كله. واذا كنت عايز تقعدها في بيتها بفضيحه، انت مش هتلاقي حد يتجوزك. لو في بطه ماشيه مش هترضى اساسا تبص لك، تمام؟ الاساتذه بقى اهل ابو تورته. مين ابو تورته؟ اهل ابو درش. ها لو هنتكلم ان هو عنده خالين، خال، خاله، خاله، عم، عمين، ولاد عم، ولاد خاله، 10 15 صاحب، بابا وماما، اخت مزبوطة في الواقع، الله اعلم بالاخوات التانيين، يعني على الاقل واجب كده في 30 فرد. ما فكوش فرد، فرد واحد في ال 30. قال له حرام عليك يا ابني، اتقي الله، احنا عندنا ولايه وبنات، مش عايز هقول لها تلغي الخطوبه بكره وتتكل على الله. لو انت بتقول انها شتمت امي او طولت لسانها على امي، ما تنهي يا مؤدب بالمعروف وتقول لها انا مش عايزه اكمل الخطوبه والغي بكره خطوبتك واتكلي على الله يا بنتي من هنا. مفيش حد فيكو عاقل، عاقل عنده رحمه، عنده قلب يقول لابنهم ارحم البنت وسمعتها؟ يا نهار ابيض، احنا وصلنا عيله كامله بعتوا الاخ، بعتوا الاخت والاخ والام ولاد الخاله والتانيين قاعدين في الخلفيه بيهزروا وبيضحكوا وفطسين على روحهم من الضحك على الفضيحه اللي ابنهم هيعمله من البنت. اديكوا اتفضحتوا، اديكوا انتوا اللي اتفضحتوا، من وقع حفره ان اخيه وقع فيها. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الحقيقه انه وانا بحضر لك المقدمه دي او بحضر لكم المقدمه دي، امبارح كنت بقرا كتير قوي ايات عن الستر. الستر، الستر اللي انت ما تعرفش عنه حاجه يا ابو تورته، الستر اللي انا المفروض كنت ما اتكلمش فيه، او بقى يعني ما عشان كده قلت ميم وقلت نون. لكن الحقيقه انا مبسوطه قوي من القصه دي لسبب واحد بس، انك هتكون عبره لمن يعتبر، لاي شبه راجل يفكر يفضح بنت هتكون هي دي نهايته وهي دي نتيجته. طيب نتكلم بقى مع نون. حمد لله على سلامتك يا غاليه، حقيقي حمد لله على سلامتك. اشكري الظروف اللي فرقته عنك وكرهي الظروف اللي قربته منك، وربنا كريم وربنا بيعوض. وجايز ساعات يحط في طريقك اشباه الرجال زي ابو تورته، علشان لما تقابلي الراجل الصح، لانه في رجاله كويسه يا تعرفي قيمته، يا يعرف قيمتك، يا تكون الوعكه اللي ربنا يجازيكي بيها خير براجل محترم يعوضك بيها عن ابو تورته. ربنا طبطب عليكي واحنا بنطبطب عليكي، وجمهوريه مصر العربيه بل الوطن العربي كله امبارح طبطب عليكي. اعلم جيدا ان انت جالك طقم ذهب محترم من شركه محترمه وانت رفضتيه، رحلات، دعوات،
كل حاجه، كل الناس حاولت وانتي رفضتي. انتي عزيزه وغاليه وعندك كرامه وبني ادمه محترمه، وربنا هيعوضك باذن جلاله الله يا نون، ربنا هيعوضك. اقول بقى اخيرا لكل اب وكل ام، الراجل اللي بيقعد جنبك جنب بنتك على الشبك جنب بنتك على الكوشه ده راجل مكمل. المفروض ان احنا نختاره ان ده راجل هيكمل، مش هيجي يقعد على الكوشه ويمشي، مش ضيف. النسب مهم، اديكوا شفته ابو تورته، النسب مهم. اختاروا ذكر لبنتكم، وفي رجاله محترمه والله، فيه اختاروا واحد يقعد جنبها على الكوشه ويقعد جنبها بعد الشر عليها في السرير لو عيت. ماشي، الناس تبقى بتزغرط وهو قاعد بيبص على خاله، حبيب خاله، ها؟ عشان خاله حد مهم. ولو خاله عايز التورته وماما عايزه الشبكه وهو عايز البنت، دي ما بقتش جوازه. انا هنهي على كده، ولو ما كنتش على شاشه خلاص تمام. انا اتكلمت في الموضوع ده النهارده، مش شو اعلامي ولا بنركب ترند ولا احنا اعداء رجال، بالعكس احنا الموسم ده بنقول هنصلح ونصالح وهيبقى خدمي وهيبقى مش عارفه ايه، ها؟ بس انا حطيت سيا بنتي مطرحها. صدقني يا درش، صدقني اهل نون دول ناس محترمين وغلابه، وانا لا اقصد غلابه فقر وغنى، اقصد غلابه اخلاق. عشان لو كنت انا تمام تمام حبيبي. انا عايزه اقول لك على حاجه صغيره، اولا عايزه اقول البنات الحلوين والستات اللي بيتفرجوا عليا، احنا بعد كده لما اي حاجه هتبقى مش عاجبانا هنقول ايه؟ بلاش بلاش يا جماعه تتجوزوا راجل زي ابو تورته. ابو تورته ده انا بص يعني ده عزير. ابو تورته ده بقى ايه؟ ما تعمليش كده زي ابو تورته، بلاش تتكلم كده يا راجل انت زي ابو تورته، ما تعملش كده زي ابو تورته. ها انت هتبقى بقى بالنسبه لنا ايه؟ انت مش حاله النهارده بس، ده انت قاعد بقى معانا، ها؟ انت مكمل معايا يا حبيبي الموسم كده، مكمله كده معايا. ولا يا درش؟ بس باب التورته، مبروك عليك الشبكه. وكفايه عليك كده عشان انا هم عمالين يقولوا يا رضا، يعني عشان انا عندي حاجات بس تمام. حبي ذكر، تخطبي لذكر، عرفي ذكر، جوزي ذكر، نقي لابو بناتك ذكر. ابو تورته لا، ها؟ مشاهداتي العزيزات بناتي الحبيبات، قبل ما هنختم احنا معانا نون على التليفون، وهي كانت بتقول لفريق الاعداد النهارده ان هي نالت الكثير من الشتائم والانتقادات، وان تم تكذيبها ان هي كذابه. فانا بقول لها لا، انت مش كذابه، لان كم التعاطف من الرجال والشباب اللي حصل امبارح مش هيكرر تاني يا نون. نهال، نهال، الو، انا جبت لك التورته يا نهال. عجبك التورته يا حبيبتي؟ ايوه يا استاذه رضا. عجبك التورته؟ انت شايفاني ولا مش شايفاني؟ اه شايفاك. ولا يهمك، ولا يهمك والله. بصي انا ما كنت منزله البوست عشان اوصل ان برضو زي ما انت بتقولي نحن ننصح الناس ان ما يبقاش ما تقعش واحد وتتعلم من تجربتي وكده، لكن لا عايزه شهره ولا اي حاجه. انا الحمد لله عارفه اصحابي
عارفه عارفه انت عندهم تشوفي انت عندي الناس بترد عني اهلي واصحابي. الفضيحه عمرها ما هتكون فضيحه عشان انا وسط اهلي وحبايبي واصحابي. اهو يا حبيبتي يا نهاد اهو ابن حلال هو يعني طلبها وخدها حبيبتي خلاص يعني خلاص يعني. بصي يا حبيبه قلبي ربك كبير وربك عظيم، ومن حفر حفره لاخيه وقع فيها. دي مش حفره يا ماما، ده وقع في بركه خلاص حبيبي كده، وده انتهى انتهى ماما خلاص. ايوه والنبي ما تزعلي نفسك. لا انا مش زعلانه، سمعت صوتك خلاص انا كده. هاتي بوسه. اعمل لك ايه؟ نفسك في ايه؟ نفسك في ايه؟ والنبي تقولي على الهوا، اقسم بجلاله اللي هتقوليه دلوقتي اللي هيحصل. ايه ده بجد؟ طب تعالي انزل لنا اسكندريه. طب ورحمه ابويا والله العظيم ثلاثه، لا هجيب سلمى وعدان الاسبوع اللي جاي وهجي لك اسكندريه، دي عنوانك. خلاص 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 انت تعوزيه. وخلاص احنا عملنا بتورته خلاص بقت ختم النسر عشان خاطر عيونك يا قمر. ربنا يخليك. بحبك. وانا كمان والله. وسي والدتك ووالدك كتير. حاضر والله. انت بنت جدعه ب 100 راجل. ربنا يخليكي حبيبتي. ربنا يخليكي. سلمى هنروح. انا بقول لك اهو على الهوا. يا رب يا ابو تورته تبقى انبسطت معانا النهارده يا حبيبي والله العظيم. و و و ويا درش اتعلم بقى من اخطائك ها، عشان كمان 15 سنه لما واحده تفكر تبص لك تنسى تاريخك وماضيك البتاع. وانت دلوقتي خلاص بقى ليك عندك اهو، بقى ليك اهو توثيق على في الحلقه بتاعت هي وبس. اي حد عايز يسال عنك هيدخل هيعرف خلاص تاريخك. انا لازم اطلع فاصل عشان انا تعبت. مشاهداتي عزيزات وبناتي الحبيبات، اي حد يزعلكم، اي حد هيضايقكم، اي حد هيجي جنبكم زي اشباه ابو تورته، برنامج هوية وبس موجود. خليكم معانا وطابونا ومازلنا معاكم وهي وبس. وبعد ما خلصنا من ابو تورته نخش في حدث مهم جدا كان موجود عندنا في مصر تحديدا في الجونه في الايام اللي فاتت. مهرجان الجونه في دورته الثالثه. فساتين كتير كانت مبهره، وفساتين كتير ما عجبتش ناس كتير. في فنانات في هذا المهرجان تميزت انها طول الوقت شيك، طول الوقت حلوة، طول الوقت سيمبل، ليها طلة مختلفة. فنانات جمهور كبير وعظيم من مصر والوطن العربي أجمعوا إن هم كان ليهم طلة مختلفة. عدنا ندور مين كان وراء الطلة دي، مين اللي أخرج هذا المشهد، لأنهم هم نفس الاثنين بتوع السنة اللي فاتت برضو ما تغيروش. مش معقول يا جماعة. فاحنا قلنا لا لازم طبعا يشرفونا، لأن دول بقى أهم اثنين دلوقتي موجودين في مصر، مي جلال وسعيد رمزي نورتونا. مش معقول. أنا بقول لسلمى مين بقى اللي ملبس فلان؟ قالت لي إيه؟ مي جلال. طب وفلان؟ سعيد رمزي. إيه لا أنتوا بقى إيه؟ إيه بقى؟ إيه؟ أولا نورتونا. ميرسي والله احنا بنبقى مبسوطين قوي واحنا جايين يعني واكسايتد. انا وسعيد ان يعني بتبقى الحلقه السنويه بتاعتنا بنستناها. انتوا دورتونا وانا بحبهم جدا بشكل شخصي على فكره، وبحب شغلهم جدا سواء هي او هم فعلا حبايب قلبي. هبتدي طبعا ليديز فيرست لو سمحت يا مسيو سعيد. مين الفنانات اللي مي جلال أخرجت المشهد وكانت مسؤولة عن الطلة بتاعته؟ السنة دي كان في السنة دي أنا كنت عايزة أبقى يعني أخد كذا حد أوكي، بس مش عايزة أبقى مش فارق معايا كل يوم إن هي نفس الفنانة كل يوم. كان فارق معايا إن أنا لأ، عايزة مرة درة، مرة كندا، مرة يسرى، مرة منى، يعني كان ده فارق معايا قوي اني عايزة اوتفيت
في الريد كاربت لكل فنان. اه مثلا بس اكيد اكتر فنانه هي كانت منى. كانت منى زكي. منى زكي بنت خالتها. اه اختي يعني. فكانت منى كل يوم. كانت كندا 3 ايام تقريبا. كانت يسرى يومين. كانت دره يوم. كان في مي سليم انا وسعيد في يوم. وكان في انا وسعيد برضو يسرى في يوم. وكان في يعني ايه انا وسعيد يعني حد بيعمل ايه بعد احنا السنه دي انا ومي كده اتفقنا ان احنا نعمل حاجه كده لطيفه مع بعض ان احنا ممكن نشتغل مع بعض لان في اكتشفنا ان في كذا فنانه مكلماني ومكلماها وكمان ان في حاجات عن يعني هي مثلا من الكولكشنز اللي بتحضره للمهرجان انا حابب فيه حاجات والعكس فقررنا ان احنا ليه لا ما نشتغلش مع بعض غير ان احنا اصحاب فكان مثلا في يوم مثلا بتاع يسرى انا كنت بلبس مثلا بشرة وبسمه وما فيش وقت هي اللي تولت يسرى في اليوم ده انا جايب الفستان هي كملت الجوليري هي اللي عملت اللوك الميك اب والشعر يوم مي سليم طيب قالت لي رايك في الفستان ده المي سليم قلت لها يجنن طب قالت لي طب كمل انت بقيت الموضوع في الختام فكملت انا بقيت اللوك والشكل اللي طلعت بيه مي في الختام المهرجان فده اول حاجه بيفيدنا احنا الاثنين لان احنا هنقطع نفسينا ما بين هنا وهنا وهنا ويبقى عندك الساعه 6 دي كانك رايحه تتحاسبي كل الناس بتبقى عايزه تشوفك الساعه 6 جاهزه على الريد كاربت شعرك مظبوط لابسه صح مش عارف ايه 6 6 اللي هو 6 شارب 6 شارب 6 شارب لو اتاخرنا هتبقى 7 والمشكله ان الناس كلها بتجهز مع بعض في نفس الوقت بالظبط ووقت ضيق لان اليوم ضيق جدا يعني فمتلحقيش وبعدين احنا اوكي احنا بنشتغل نفس الشغلانه اوكي بس ما فيهاش حاجه ابدا ان احنا هيفضل ما بيننا كومبيتيشن وبننافس بعض بس عادي جدا لعلمك هقول لك حاجه غير ان انا وسعيد يعني احنا اوفيشلي كنا مع بعض وبنقول ده ستايلد باي اس لا في النص في ظروف حصلت مثلا لنجمه معينه كان فستانها هيوصل وما وصلش وكده فابتديت اكلم سعيد كلمت ميسة عزب وسحر كلمت جهاد عبد الله كلمت يمنى مصطفى طبعًا. مين معاه فستان مقاسه كذا النجمه كذا اللي هي مش معايا اصلا احب اقول لك دي حقيقه اوكي فما فيهاش حاجه بالعكس وكلهم كانوا بيدوروا ولقينا يعني 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 اتس اوكي الموضوع بالنسبه لنا عايزين نشوف الناس بجد شكلها حلو. طب قبل ما نتكلم عن الفساتين والفنانات لا خليني اول اسال نفس السؤال لسعيد انت كنت مسؤول عن انا اللي انا اعرفه بشرى كان عندي في بسمة أوكي. في الختام وكان عندنا احنا مع بعض مي سليم في الختام أوكي. وكان عندي يسرى مرتين مرة انا ومي ومرة كان لوحدي وكان عندي مرة نجلة بدر اوكي طب قبل ما نعرض الفساتين بتاعتكم في سؤال خطر على بالي وانا بتفرج على الصور زي اي مواطن بيتابع المهرجان الميك اب والشعر انتوا اللي كنتوا بتنقوا الميك اب والشعر طبعاً. طيب ازاي بقى كم حد كان ميك اب وشعر وكانوا بيعدوا ازاي على كل الفنانات في نفس الوقت وكنتوا بترتبوها ازاي يعمل ميك اب لده وبعدين يعمل شعر يعني والله الموضوع صعب قوي عشان كده بقول لك ده اقل حاجه ان احنا نعمل كولابريشن اسود ساعتين في حياتنا من 4 لـ 6 دول اسود ساعتين في الحياه حقيقي ليه بقى بتقعدي بقى من هنا خلصت شعر دي اطلع على فلانه خلصها لي دلوقتي ميك اب لهنا لا خلصت هنا طب روح لفلانه حسب التيم اللي احنا بنشتغل معاهم بلس ان كانت في مثلا كام تيم يا سعيد كام ناس تيم كتير. ناس كتير يعني ممكن تقولي اعداد لا بصي ناس كتير قوي يعني الاعداد يعني طبعا كان في بيبقى سبونسر محمد الصغير يعني بيبقى سبونسر ناس معينه اوكي من غير ما نعمل اعلانات اوكي وبيبقى تحت مثلا اي كوافير تحت ميك اب في كرو ميك اب ارتست كلهم على مستوى عالي كلهم يعني 30 يعني الكوافير مثلا 20 مش اقل من 20 لغايه ما فلان يخلص مش يعني أقل. بنبعتهم غير ان في نجمات مثلا بترتاح اكيد زي ما انا وانت اي صح. بنات عاديه صح. انا بحب قوي حد معين يعمل لي شعري صح. وبحب حد معين يعمل لي ميك اب نفس الحد ده بيبقى عنده 6 تانيين اوكي بسرعه بس هي الجونه صغيره طب هل الفنانين كانوا بيبقوا قاعدين جنب بعض في الجونه فالتنقلات ما بينهم لا لا,
لا وبتبقي بصي هقول لك هي بتمشي ازاي. مثلا انا هلبس الفستان ده النهارده، حلو، الفستان ده عامل مش عارفه ازاي من هنا وكده، اوكي. فببتدي اتخيل، ما هي دي شغلانه الستايلست، ان انا مش بس بقول الاحمر على الاسود والمش عارفه ايه والحاجات دي وخلاص. انا ببتدي اتخيل ان الشعر هيبقى لايق عليه قوي، انه يبقى ملموم اللمه لتحت مثلا مش لفوق، ويبقى مثلا مشدود خالص ما فيهوش حاجه، او لا نعمل القصه مش عارفه ازاي. وبعدين انا مش شرط ولا انا ولا سعيد نبقى موجودين مع كل الستارز، هما بيجهزوا الفنانات بالظبط، الفنانات. فبنبعت صوره مثلا، صوره الشينيون، صوره القصه، حلو، اوكي، ريفرنس بالظبط كده، اوكي. وقبل ما تمشي من مع الكوافير عايزين صوره على الواتساب عشان تتاكدي ان الصوره اللي انت بعتيها لها زي الصوره اللي هي عملتها، لانه ممكن يبقى مش مظبوط من وجهه نظر اللي عمله شايف ان كده تمام. طب ولو الفنانه مش عاجبها اللي انت بعته تعمل ايه؟ عادي ممكن، ما هي ممكن تغير او تقول، بس ده لازم يتقال في وقت يعني ثواني، ما ينفعش وانت نازله على الريد كاربت بعد 5 دقايق اصلا قصتي مش عاجباني الموضوع انتهى، هنحلها بعدين يعني السنه الجايه بكره بقى. ممكن ناخد الصور يا شباب لو سمحتوا. الاول هنبدا ب الفساتين بتاعت مي طبعا، عشان ليديز فيرست سعيد على طول يعني بحب جدا ليديز فيرست. فنبدا بمي سريعا. سلمى فين الصور؟ ثانيه واحده تفضل. يعني ممكن ابتدي بصور مي، يلا. ايه؟ لا يا جماعه احنا عايزين نخلي الصور. أيوة. دور مين فيكم؟ انا انت. بس يا جماعه الصور كده مش باينه، فلو سمحتوا انا عايزه ويندوز. اشكركم. ده كان تحفه على فكره. وعجبني. كنت عايزه اعرف يا جماعه طبعا رهيبه ان انا بقول كان تحفه. لا 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 خالص يعني. بس مش قصدي، انا ساعات هقول لك ببقى عارفه لما بتشوفي توب حلو فغصب عنك بتقولي حلو. انا مش قصدي عشان انا اللي ملبسها ولا، بس انا فعلا انا بحب البدله البيضة دي جدا. يلا ندخل الشاشه بعيده عشان تغششوني. مين دي؟ دي انجي وجدان. انجي وجدان انت. اوكي اللي بعده. خطيره خطيره. بصي عايزه اقول حاجه. نص ان الفستان يبقى حلو على الريد كاربت الاطلاله اللي بتطل بيها الفنانه. في ناس بتخش لا بتعرف تمشي بالفستان ولا بتعرف يبقى عندها طله. دره عندها طله عظيمه على الريد كاربت بصراحه. وبصراحه ما جلتش في ولا حاجه. لا بصراحه. كندا علوش انت ده؟ اوكي. اللي بعده شويه. انا مش شايفه الافتتاح. كندا علوش وعمرو. قمر انا بحبه قوي ده جدا. كل يا جماعه الصور احنا هنشوفها دي كلها ورا بعض. ده كمان كان من الريفيوز الحلوه، لان احنا مش كل الحاجات طبعا بتعجب الناس، وبيبقى في نقد رهيب. احنا هنتكلم حالا. انا جايه. امال ايه ده؟ احنا عندنا شرطه المش عارفه ايه. منى زكي. يا جماعه الناس كلها كانت بتتكلم عليها في المورد. هي ودور وبشرى الثلاثه يعني بصراحه. منى بتتعبك في الترقيه ولا بتسيب لك نفسها خالص؟ لا والله ما فيش حد بيسيب لحد نفسه. احب اقول لك. حتى لو بنت خالتك؟ حتى لو اختك. يا خراب ابيض. بقول لك ايه، انت نفسك لو بتلبسي نفسك بتقعدي تقلعي وتلبسي 100 مره، ده طبيعي. صح. انا قبل ما البس النهارده دخلت لهم 300 مره. هي اللي ربطاني ده قدام ورا حد ورا باكي ورا ويا كانت ما غيروني ده. ده قمر. بصي بقى انا اتهبلت. بصي سبحان الله. بقى. ده مسز كيبا مريم يحيى. دي خطيره. دي مصريه. عايشه في دبي. عايشه في دبي يعني بنفتخر بيها. انا بفتخر باي حد مصري بيبقى شاطر جدا في اي حاجه بيعملها. ده كنت خايفه جدا جدا منه لانه غريب. اوكي. وعاده الناس الحاجات الغريبه مش بتتقبلها قوي. فده كنا يعني اللي هو ايه، انا ومنى قبل ما ندخل، قبل ما هي تدخل ريد كاربت اللي هو مسكت ايديها كده عارفه كانك هتنطي في البحر. اوكي. فاللي هو خلاص يلا يا منى يلا ان شاء الله خير. يعني ايه اللي بعد شباب يا ترى ايه اللي هيحصل؟ الشتيمه بس الحمد لله عجب الناس. ده الاوبننج. ده الاوبننج. الفستان ده عمل مشكله. ده كان لان هي وامينه ومين تالت كان لابسه؟ نور. التلاتة كانوا لابسين وبصراحة يعني الفستان تحفة، بس هم التلاتة لما اتصوروا في نفس او حطوا الصورة جنب عملوا بعض عملوا كولاج كده الناس.
خدوا الصراحة بأمانة تريقة. طبعا في نكت حتى هما كانوا بيشوفوها، منى كانت بتقعد تضحك، كان في نكتة بتاعت انتصار وكريم عبد العزيز وفاريش بقى. أوكي. بصي الفستان ده طبعا فستان حلو قوي، اوكي ده فستان ياسمين يحيى، اوكي مصرية ومشرفانة طبعا بجد عالمية طبعا. ياسمين يايا. هو الريش موضة اوكي. والفستان ده كنت انا ومنى وياسمين عمالين نقول نلبسه، كان في اوبشن تاني كمان واحد تاني ما كانش فيه ريش، هو كان خطير، كان هو فستان بس هم الثلاثه لما اتحط لهم الصوره جنب بعض. بس انا عمري ما ببقى عارفه الستايلست التانيين هيلبسوا ايه في نفس اليوم. أوكي. يعني انا فدي حاجه ما نقدرش يعني نعرفها. دي مين يا شباب؟ نودي السباعي. ناهد السباعي. ناهد السنادي جدا، كانت زي القمر في الختام. مغيرها جدا يعني ناهد السنه دي، يعني اكتر واحده جاي لي عليها كومنتس. ايه والله لا كومنتس حلوه حلوه. أوكي. يعني اكتر واحده ان هي يعني قد ايه كان في تغيير فظيع. انا مبسوطه. قمر في كل الايام. خست هي صح؟ هي خست وبتلعب رياضه شطره. وهقول لك حاجه كمان برضو، يعني هي بصراحه كانت ناهد بقى ما غلبتنيش خالص، صدقي انت لسه بتقولي اي حاجه بنقول عليها بتقولي اللي انت عايزاه اللي انت شايفاه. اوكي اللي بعد شباب، فده بيجيب نتيجه كويسه برضو، انك فاهمه لما تبقي واثقه في اللي قدامك. يسرى. يسرى. يسرى ده برضو كان الفستان ده كان يسرى بتغلبك ولا كان في كومنتس حلوه قوي؟ لا والله يسرى يسرى جميله خطير. خطير. ده انا قاعده ادور هي لابسه. انا اتبسطت قوي ده برضو لان كان في كومنتس انه مخسسها وانه حلو عن حاجات تانية وكده، ف وانه لذيذ وفريش وانها مبسوطه فيه. بس اطلالاتك كلها موافقه. سعيد لو سمحت يا جماعه صور سعيد بقى، ندخل على صور سعيد. بشرى عندي اصلا على يعني بشرى من الناس اللي عندي على الفيسبوك، كل ما تحط صور مش في دلوقتي حالا فاصل. لا يبقى نطلع وارجع لسعيد، نرجع ونطلع لسعيد. هقول بقى الكلمتين دول وبعدين نطلع ونرجع لسعيد. بشرى عندي على الفيسبوك وسعيد عندي على الفيسبوك، هو ينزل وبعدين هي تنزل، وعامله هارت هنا وعامله هارت هنا وعامل كومنت هنا وعامل كومنت. هو نفس الفستان مفيش يعني موضوع. وبعدين ابص الاقي الناس تقول لي ايه بشرى، اقول لهم ايه بشرى؟ هي فعلا ايه يا بشرى؟ بشرى السنه دي يعني كنت بقعد اقول لسعيد وبشرى قمر 14 السنه دي عاملين مجهود فظيع. وانت بصراحة برافو. شابو يا سعيد يا رمزي شابو. طيب نطلع فاصل من حلقة ابو تورتة وميونة. عايزين تورتة انا مبسوطة قوي في حلقة ابو تورتة دي. قلتي كل قلتي كل اللي في قلبنا احنا كلنا البنات على كل الجروب. جلال وسعيد رمزي في ابو تورتة قريبا. حلقة ابو تورتة حبيبنا ده احنا مش هنسيبه. ونرجع لكم برضو مع ميوش وسعيد من هي وبس. برجع لكم تاني بعد الفاصل مشاهدتي اعزائي في حلقه ابو تورته، ولسه معانا ماهي جلال وسعيد رمزي منورنا تاني مره. سعيد دلوقتي هنعرض الصور بتاعت الفنانات واطلالات الفنانات، خصوصا بشرى. يا جماعه ممكن نبتدي بس ببوش حبيبه قلب مامي، لانه بصراحه الراجل تعب وهي كمان تعبت وهم الاثنين عاملين شيم فظيع. خشوا معايا، خشوا عليا بالصور لو سمحتوا بفضلكم. حلو قوي. يقول ده كان الفستان ده من ديزاينر مصري اسمه عمرو السعيد، كنا عاملينه للافتر بارتي بعد الاوبننج على طول. اوكي. فانت عارفه بعد الاوبننج ما ينفعش نروح بقى فساتين وديول وكده، لازم نبقى الحياه فلكسبل شويه، فكان الفستان ده كنت شايفه مناسب قوي من الكولكشن. خش على بعده. ايه يا سعيد؟ مين الديزاين ده؟ الديزاينر ده من بيروت اسمه يوسف كمون. لما رحنا نجيب ده فشافته كده في الشمع قالت لي انا خايفه وشويه من هنا ومش عارفه، قلت لها بس هو راقي وشيك. اللي بعده الشباب بس كان حلو قوي بصراحه، وهي واخده تان. مش ايه سعيد القبيسي. قمر سعيد القبيسي وهي واخده تان. وهي واخده تان والسنه دي جيم ولعبه رياضه مختلفه. وقمر احنا معانا بشرى على التليفون. يا
يا بوشبوش. مساء الخير يا رضوى، مساء الخير على العيوب وجمهورك وناسك بتتفرج عليك. حبيبتي احنا معانا مي جلال كمان في الاستوديو يا روح. ازيك؟ والله انا مبسوطه قاعده بسمع لكم كده، مبسوطه بالكلام. حبيبتي عامله ايه انت عامله ايه السنه يا بوشر؟ عامله ايه؟ واخده تان وجيم ومظبطه جامد ها؟ صح؟ عامله باميه. بوشر معايا برج الميزان، فبوشر حد بيبقى عايز دايما يبقى شيك. عملت ايه في سعيد رمزي يا بوشر؟ قولي. هو اللي عمل فيا ايه يا رضوى؟ وعمل في كل الناس اللي يعني النجوم اللي هو بيشتغل معاهم ايه، والناس اللي بيستشيروه وكده. يعني هو بصراحه سعيد لا يعلى عليه بامانه، يعني في شغله وفي دقته في ضميره، يعني في حاجات كتير قوي بصراحه يعني تستحق التوقف عندها. يعني هي بشرى، اطلالتك المفضله ليكي انت كانت انهي فستان؟ كانت انهي اطلاله؟ كانت اطلالة فستاني مع سعيد القبيتي، اللي هو الفستان الاسود من فوق من تحت ابيض في اسود. لسه كنا بنتكلم عليه حالا. ايوه هي دي اكتر حاجة انا حبيتها. كان كيف وكان في ورد ابيض. وبرده لا كمان انا عجبني قوي برده فستان جابي شرباشي اللي هو الاسود برده. يعني كان من الاطلالات. وطبعا يعني هشام ابو العيله يعني برضو كديزاينر مصري حاجه مشرفه جدا في تقفيل شغله والشغل النظيف وال يعني برضو شغله على مستوى يعني عالمي ودولي بصراحه. يعني مزبوط. حاجه برضو حاجه انا برضو فخوره بيها بغض النظر عن الاراء وجهات النظر المختلفه. انا برضو فستان الافتتاح بالنسبه لي لاي حد بيشوف فساتين في مهرجان كان. والكواليتي بتاع المهرجانات العالميه بالذات المهرجانات الكبيره اللي زي كانوا فينيس وبرلين والنجوم ازاي بيلبسوا هناك. صح. فهيتفهم لا بوش بوش. انا يعني بوشبوش انت السنه دي يا بوشبوش بجد مش بهزر ومش بجاملك وانت عارفاني. ها انت كسرتي الدنيا. لا خالص انت ما بتجامليش خالص. انت عارفاني كويس. انت كسرتي الدنيا وقمر قمر حقيقي بجد. ربنا يخليكي، ميرسي جدا يا رضوى والله بجد. بس بصراحه بجد سعيد من الستايلست والفاشن كونسلتنت اللي بجد عندهم موهبه حقيقيه وعندهم نظره مختلفه لللبس وكده. يعني يعني لازم ادين له بالفضل بصراحه في الحاجات دي. وطبعا يعني بحط مناخيري برده في حاجات كتير يعني مش دايما بسيبه لوحده. انت هتقولي لي انت عايشه طول عمري يا بوشبوش. انا عارفاكي ماما ما لازم يعني التاتش صباعنا يا بوشبوش. انت نورتينا. مبروك على طلتك ومبروك على المهرجان ودائما وابدا مطلقه وزي القمر. ميرسي يا حبيبتي. ودايما كمان يعني بتفرج عليكي وسعيده كده بشغلك وبمجهودك وبرده بشياكتك على فكره. ربنا يسعدك. يعني بشياكتك يعني بجد. ميرسي يا رضوى جدا و يعني بصي طلعي كل اللي انت عايزاه من سعيد. فرصتك هيحصل حالا. نورتينا يا حبيبتي. يلا ميرسي. شكرا. اتفضل سعيد. ايه بشرى غلبتك ازاي؟ لا بصي السنه دي بشرى ما غلبتنيش خالص بصراحه. يعني عايز اقول لك يعني واحنا بنحضر انا كنت في امريكا وقعدت وقت طويل هناك وبعد كده رجعت. كان ناقص لنا على المهرجان يمكن اسبوع. كل ده حصل في من 5 أيام لـ6 أيام. سافرنا ورحنا وجينا وكلمنا هشام وعايزين فساتين وقاعدين بنجري ورا بعض. ويا مي عندك ايه من الكولكشن اللي عندك؟ انا مش ملاحق. وقاعدين بنجري وخدت من عندها فعلا فستان فوشيا عشان كان بشرى كان عاجبها بس ما لبسناهوش يمكن نلبسه في حاجه ثانيه. وقاعدين بنعمل مجهود كتير. السنه دي هي اهدى شويه من السنتين اللي فاتوا لان السنتين اللي فاتوا المهرجان كان على كتافها قوي. السنه دي هي حاسه ان الامور استقرت، حاسه ان المهرجان اتنظم كويس وضعه. كل حاجه. فكان الاول مثلا تبقى واحنا بنجهز لا انا لازم اطير دلوقتي. طب احنا بنجهز عندنا ريد كاربت لا انا عندي ميتنج حالا لازم اروح اعمل. فالسنه دي كانت اهدى، اعصابها كانت رايقه، كانت بقالها شويه بتعمل جيم بتخس بتعمل تان. كل ده ساعدنا ان الحمد لله الفساتين تطلع بيرفكت عليها. كانوا كام فستان هم؟ لا اضربي بقى 3 × 9 = 27. غير الفساتين اللي انت اشتركت فيها انت ومي. لا غير بقى مي سليم وغير يسرى وغير بسمه وغير كده كل ده. في اصل في ايام كتيره بيبقى بيلبسوا حاجتين مش حاجه واحده. انا قصدي يعني بيبقى عندنا 2 ريد كاربت في نفس اليوم. وبصي هو بيبقى هو زي كان وزي البيج ايفنتس اللي هي بيبقى كل يوم ريد كاربت. يعني كان كل يوم ريد كاربت فكل يوم بتشوفي السليبرتيز سواء هم او ناس مختلفه. صحيح.
ف لا وال 27 طقم انا ما بقدرش اختار الحاجات دي انا ال 27 طقم اللي بقول لك يعني بوش عندها الصبح واللي هو مثلا ريد كاربت ومرات فعلا بيبقى عندنا تو ريد كاربتس وبيبقى في طبعا الافتر بارتيز بعد كده بس هو مش 27 لا انت بتجيبي 40 عشان تطلعي 27 لان ممكن اي حاجه تبوظ في اخر وقت ممكن التحضيرات فعلا ده الفستان الفوشيه ده بسمه بتاع بسمة ده بتاع بسمة ده كانت بسمة اليوم ده كانت حقيقي كانت باربي قوي جيرلي ولطيف هي خلي بالك هي شخصية وده قمر ده كان في افتتاح فيلم هند صبري يعني عندها شخصية في وشها انا يعني هم كلهم حبايبي بس انا يعني صحابي او الناس اللي اعرفهم كويس بشرة بسمة يعني بسمة حبيبتي يعني برافو يا بسمة برافو وبعدين بسمة مش شخصيتها قوي انها يعني برافو هنا نجلة نجلة براو. اليوم ده نجلة ميدان برد من بيروت وبعدين قالت لي خلاص انا ظبطت اموري وكده جت في يوم اكتشفت ان في ريد كاربت وهي كانت جايه على الختام فستاني فين لا ثواني يبقى عندك طيب عايز اسالكم بقى نتكلم بجد بقى خلاص احنا كده خلصنا الفساتين نتكلم بقى في الانتقادات طلع لنا كده ايه طبعا وادي يسرى اهو احنا كل الصور دي يسرى سعيد رمزي خطير يا سعيد ده هقول لك على حاجه اليوم ده انا ومي انت الحقيقه يعني الفستان كنت جايبه ومحضرين كل بجد حاجه بجد ونيوتين ده لما اتحدتوا هي الجولري والشعر لعلمك احنا اتحدنا متاخر احنا لو كنا بس واحنا بنحضر من بدري شويه الموضوع كان هيبقى اسهل لا كان هيبقى اكبر كمان يا ولد يا ولد بجد. يا ولد يعني اتاخرت شويه يسرى في يوم تاني كان لطيف وادي يسرى هي برده سعيد رمزي ويسرى برضه مغلبتكش ها؟ لا دي حاجة جميلة مفيش حاجة ألطف من كده ولا ألذ ولا يا حي تستمتعي بالوقت بتشتغلي فيه صفحات ها؟ عشان دي حاجة حرقت دم دسائس أكيد يا جماعة عشان نبقى احنا متفقين عشان احنا نكون بنقول لينا واللي علينا في فساتين ما كانتش حلوة خالص وفي فساتين لقت اقبال شديد وفي فساتين لقت نقد واتفاق انها مش حلوه وبصراحه من وجهه نظري الشخصيه فعلا ما كانتش حلوه انا مش هذكر مين لكن في بقى حاجات طلعت لنا كده من تحت الارض ونقد لاذع وسخافه وكلام ملوش اي لازمه وناس اصلا مش دارسه وعماله تقول لك ايه واصلي ده كان وحش قوي وبلدي واللبسه ده بلدي زيها وده وحش قوي وبلدي والله مين دول من انتم من انتم ابو تورته لانك انا مره لقيت كومنت في حاجه من الصفحات اللي هي بتبقى اللي هم بيسموها فاشن بوليس ايوه فاشن بوليس واحده كاتبه كومنت اوكي للصحاب الصفحه انتم مين ودارسين ايه وبناء على ايه واحده عاديه يعني اوكي وبناء على ايه انتوا بتقيموا ان ده حلو وده لايق وده مش لايق يعني انتوا مين على صح. اساس ايه انت يعني بتعملي يعني كده؟ لا وبيعملوا دلوقتي فيديوز ولا الفيديوز مصوره يعني مش بقلل من قدر حد بس فوق السطوح وما اعرفش فين وفي الشارع وانا ما عجبنيش وما عجبنيش وبتدي رايها كانها خبيره موضه او خبيره ازياء طب انت حضرتك انت شفتي بتلبس ايه وانت بتنتقدي الناس اصلا في الفيديو ده ولا ما خدتيش يعني بالك ده حقيقي خلاص بس هو بس اكتشفنا واحده يعني انا عن نفسي هقول ده ان حد ستايلست بتلبس وبتعمل وعندها صفحه هي بتشكر في شغلها وبتجيب صورنا تشتم في شغلنا احنا دي انا قال كده على الهوا دي انا يعني يعني طب دي انا شفتها طب حضرتك ما احنا شغلنا ممكن نعمل ده بس احنا بنسيب الراي فعلا ده هو اللي هو بيقوله ده حقيقي انا ما كنتش متخيل انك هتقول كده بس حد مثلا من بره بتذم في كل الستايلست حد من بره جاي بيتكلم بيقول بمنتهى الاحترام وبمنتهى الادب ان المصريين المهرجان مش عارفين يلبسوا مش يلبسوا مش عارفين كلام من ده على فكرة نص الفساتين اللي احنا جايبينها من بلدك أصلا والفساتين دي من ديزاينرز مصريين كمان وديزاينرز اشتركنا مع ناس من لبنان ومن دبي وكده فما تشتمش في حاجة نص الفساتين مش عاجباك دي على فكرة من عندك من عندك فأنت اللي أنا بتكلم فيه النقد مش من أجل النقد
يعني انا بقبل النقد اذا كان بناء فعلا كان ممكن الحلقه ده مش حلو. من حق اي حد صح. على فكره عادي طبعا لان دول ناس مشاهير فهم من حقهم الناس كلها انها تقول رايها ان ده وحش وحلو وكده ودي اذواق يعني المثل هو بتاع لولا اختلاف الاذواق لبركه الساعه لكن لما نيجي نقول او واحده كاتبه مثلا دي على فكره انا بكرهك ومهما تلبسي انا بكرهك طب على فكره انت بتكرهيها يو قدرت قال لي كتير أيوة تعالوا ندخل بقى في احلى الاطلالات لو سمحت يا جماعه بصي هقول لك حاجه اكتر حاجه رهيبه فاشن بوليس ستات البيوت ده اكتر حاجه لاذعه انا هكلم بجد لانه صعب وجارح وكلام يعني فكري في شعور الناس يعني ده اللي انا بتكلم فيه لا في ناس ما بتفكرش في شعور الناس لا احنا ساعات انا بنقعد نعيط شفت التورته اسالوني انا بقى درة عمر بصي بقى الاطلاله تعرف تقف على الريد كاربت الفستان الفوشيا في الافتتاح كان تحفه يعني بص على وشي بقى لا دره ده زهير مراد ده زهير مش طبيعيه مش طبيعيه دره بتتفوق كل سنه روحها يا جماعه مش 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 بص ممكن انا دايما بقعد اقول لها انت كمان يعني هي ما شاء الله جسمها حلو اوكي وبتعرف تلبس وعندها الذوق وبتعرف تقف وتتصور وتعمل وبنحيي يمنى الستايلست اللي كانت مع دره لان هي عامله مجهود كويس وصاحبتنا يمنى مصطفى يمنى بني ادمه لطيفه جدا وعامله شغل حلو جدا ودره اوريدي يعني من اكتر الناس اللي بتبقى متفرغه للموضوع ده دي برنسس لارا اسكندر دي كانت عمر خطير الفستان بتاع الختام نيكولا جبران ايه الستات الحلوه دي بصي شايفه الجمال خطير مين لارا اسكندر احنا ستيل لارا اسكندر وفستان الاوبننج بتاعها كان حلو قوي الاوبننج كان ليه صعب كان حلو قوي يس لارا بتعرف تلبس كويس قوي برضو عندها يعني في حضور فيري نايس تيست هو الحضور كمان مهم مع اللبس يسرى ده كان الختام ده كان الختام وده كان الافتتاح بتاع يسرى يسرى كده كده جميله في كل حاجه اشكركم هل ومنتهى الامانه النقد البناء اللي جالنا اتعلمنا منه عشان السنه اللي جايه اكيد اكيد بس النقد التاني كان هو اللي اقوى ملناش دعوه بالنقد التاني النقد البناء هل اتعلمنا منه عشان السنه اللي جايه اكيد لما بتاخدي بوينتس من باب الاعتبار ده احلى ده ما تغامرش بيه هنا ممكن كانت تبقى احلى واحنا نفسنا على فكره عايز اقول لك على حاجه حتى ماي اوقات قبل الريد كاربت بصور لها شغل اقول لها ايه رايك في ده تقول لي حلو لذيذ يلا جو لا غير الروج مش عارف ايه فاهماني يعني بتبقي محتاجه اوقات من كتر التوتر زي ما هي قالت لي كنت حاطه روج احمر وبعدين قالت لي لا رد واشيل روج احمر شلت كتير هنا حاطه روج كده بقت كده ماي جلال وسعيد رمزي نورتونا النهارده شكرا على هذه الاطلالات المميزه شكرا على روحكم شكرا على فكره ان انتوا بتساعدوا بعض حقيقي انتوا خليتوا كثير من الاطلالات زي الاطلالات اللي بشوفها في مهرجان كان وكل المهرجانات اللي حول العالم نورتونا النهارده احنا بنتبسط قوي ان احنا نيجي معاكي كل سنه جايه ما جيش حد غيرنا ايوه السنه الجايه تبقى حياتي الجاتو ودي حلقه التورته دي حلقه بالنسبه لنا مهمه جدا نورتونا ميرسي شهداتي اعزائي خليكم معانا وتابعونا ما زلنا معاكم وهي وبس بتشرف جدا في حلقه ابو تورته ان هي موجوده معايا النهارده لانها الحقيقه يعني قطعت تذكره طيران من احدى الدول الخليجيه وجايه على حسابها ويعني من زمان وقمر قمر 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 هي بششتي وانت منورانا النهارده شكرا يا رضا شكرا هبه ميك اب ارتست هي ان الصفحه بتاعتها كل الشغل اللي فيها مما يدل على انه هي قد ايه شاطره وقد ايه سريعه وكده النهارده هنتكلم ازاي تعملي مكياج ازاي تحطي ميك اب باقل التكاليف مش اقل التكاليف اقل كميه ميك اب قدام البنت أوكي. ومش بس كده وميك اب سريع وفول ميك اب يعني وهنخاطب كل الفئات من اول المراهقين لحد كبار السن يلا يا بيبي خلاص نبتدي يلا. اول حاجه قبل الهواء انا نظفت لها بشرتها مهم قوي ان البشره تبقى نظيفه ليه عشان البشره لما تبقى نظيفه بتستقبل الميك اب بطريقه كويسه والبشره مش بتخرب ويبقى الميك اب نظيف تاني حاجه حطيت لها مرطب استنيت شويه بعد كده برايمر استنيت شويه ودلوقتي هدخل على الايه على تغطيه البشره الفاونديشن وهكذا تمام هبتدي بالعين انا بحب ابتدي بالعين تمام زي ما احنا شايفين هي عندها هالات فوق وتحت العين
خلاص عندنا طرق كتير نغطي بيها الهالات، يا اما نستخدم مصحح لونه اورنج، يا اما بالنسبه للبنات اللي مش عايزه تكلف على نفسها ممكن نستخدم كونسيلر غامق. تمام. بس في حاجه مهمه قوي رادو عايزه اقولها، غمضي. وانا بشتغل ان البنت عشان تبقى تعمل ميك اب سريع ونظيف هتاخد بالها من كذا حاجه وانا بشتغل. ايه هي الكذا حاجه دي؟ ان الميك اب بتاعها يبقى مرتب قدامها وبعد ما تخلص ترجعه لنفس المكان، دي حاجه هتخليها تخلص الميك اب بسرعه قوي. خلاص. تاني حاجه يبقى بالترتيب، يعني هتبتدي 1 2 3. في حاجه هقولها كمان وانا بشتغل، هقول للبنات كلها اللي عايز يمسك ورقه وقلم، ايه المهم يبقى عندهم في البيت كميك اب اساسيات، مش كل حاجه تبقى عندها، تخليها تعمل فول ميك اب ديلي بقى، الصبح، كل يوم، في الشغل، في الجامعه، حتى ميك اب سهره بالليل. تمام. كده انا غطيت لها فوق العين، حطيت لها كونسيلر بدل برايمر. تمام. انت لما تحطي كونسيلر او برايمر في العين اي لون شادو بيبان واضح جدا. خلصت فوق العين زي ما انت شايفه، استخدمت لها شويه كونسيلر غامق على اورنج علشان اللون يبقى واضح اكتر. تمام. هدخل على طب بصي انا دلوقتي هغطي لها البشره كلها. ماشي. وبعد كده هنبتدي في العين. اوكي. تمام، اتفقنا. هستخدم كونسيلر يعني تغطيه فول كفرج، تغطيه قويه علشان نغطي الهالات. في طريقتين لوضع الكونسيلر، قصدي الفاونديشن. ممكن تحطي بكميه قليله بالطريقه دي لو عايزه ما يبقاش تقيل وشكله رخم على البشره، عارفه، بالطريقه دي قليل جدا. وممكن تحطي كتير لو انت رايحه سهره. تمام. يعني لو الصبح او بنت صغيره حطي كميه قليله واعملي دمج للميك اب. اوكي. اول حاجه تبقى عند البنت ميك اب ريموفر عشان ننظف البشره قبل الميك اب. تاني حاجه تبقى عند كل البنات مرطب او برايمر او الاثنين. تالت حاجه تبقى عند البنات فاونديشن. بعد كده كونسيلر للبنات اللي بتكتب معايا يبقى عندها ايه مهم. تمام. وبعد ما نخلص هعمل دمج في سحر يا رضوى للميك اب النظيف. انت عارفه ايه السحر ده؟ إيه؟ دي كلمه دايما بقولها في الكورسز عندي، دايما اقول للبنات اعملي دمج حلو الميك اب هيطلع واو. دمجي لكل حاجه، ادمجي الفاونديشن، ادمجي الكونسيلر، ادمجي الاي شادو، بلندنج دمج 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 دمج، الميك اب بيطلع واو نظيف. مش لازم الميك اب تطلع، مش لازم البنت تطلع عامله ميك اب بروفيشنال، المهم البنت تكون عامله ميك اب نظيف شكلها حلو ايوه ونظيف وشكلها حلو. مش لازم كل حاجه تكون محطوطه على البشره، المهم الميك اب يبقى نظيف. عارفه تحسي كده الميك اب مش عارفه يعني تعبير غير نظيف، عارفه انا قصدي ايه؟ بس انا دلوقتي بعمل بلندنج للفاونديشن، دمج الفاونديشن. مهم برضو عند البنات يبقى عندها بيوتي بلندر، دي ساحره اي ماركه بس بشرط تكون فيري سوفت. تمام. ناعمه. تبقى طريه كده زي المارشميلو. اوكي. اوكي. وتاني حاجه ما تستخدمهاش ناشفه، دي غلطه بنات كتير بتقع فيها. ايه بقى، مبلوله؟ تبليها وتسيبيها شويه، ما تبقاش مبلوله قوي، يعني تبقى رطبه. أوكي. مش مبلوله قوي. اما دي بليز. خلاص كده احنا وزعنا الفاونديشن طريقه متساويه وكويسه وكله تمام. طيب احنا عايزين دلوقتي علشان علشان البشره تبقى تنور احنا لازم نعمل تغطيه ممتازه لتحت العين. العين. خلاص. هنعمل حاجه من الاثنين، يا اما نستخدم حاجه تغطيتها قويه جدا 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 زي اللي انا بعملها دي وتبقى غامقه مش فاتحه. في غلطه فظيعه البنات بتقع فيها في الهالات، بتستخدم حاجه فاتحه فتحت العين يقلب رمادي. خلاص. فانت هتستخدمي يا اما مصحح لونه اورنج يا اما هتستخدمي حاجه تغطيتها قويه جدا. الناس اللي مش عايزه تكلف على نفسها وتجيب الكوريكتور والكلام ده تعمل ايه بقى؟ تستخدم كونسيلر غامق او كوريكتور. خلاص. في غلطه البنات بتقع فيها، تستخدم الكوريكتور، الكونسيلر بيبقى فاتح فبيقلب على رمادي. اوكي. للناس اللي عند الحل بيبقى ايه؟ انها تستعمل كونسيلر غامق. تس... اه
أوكي. غامق علشان يغطي الكونسيلر ده اللي هو بيتحط تحت تحت العين. ايوه بالظبط. وبعدين تفتحه ازاي معلش يعني. بعد كده بقى بتفتحه خلاص. بس انا بس عايزه اقول معلومه مهمه، في بنات بتغلط غلطه ان هي تحط الكونسيلر لحد تحت الرموش، لو عملت الحركه دي في خطوط هتطلع، فما تعملوش الحركه دي، سيبي مسافه خلاص. انا النهارده مش جاي اعلم بنات تعمل ميك اب، على قد ما جاي اقول لهم تيبس مهمه جدا، خطوات مهمه جدا هتطلع الميك اب نظيف. اوكي خلاص. يعني شوف احنا دلوقتي عدى كام دقيقه تقريبا، خلاص خلصنا تغطيه البشر، كل اللي استخدمته فاونديشن كونسيلر بس. بس طيب في بنات بتسالني كتير استخدم باودر ايه باودر ايه بودره ايه. مش مهم. انا بالنسبه لي كميك اب ارتست، وانت يعني كواحده قصدي مش ميك اب ارتست، مش لازم يبقى عندك بودر، مش لازم يبقى عندك باودر. الباودر بتعمل حاجتين، بتزود التغطيه لو انا تغطيتي تمام خلاص، وبتخلي البشره مطفيه وبتثبت الميك اب وبتثبت الميك اب تمام. بس الميك اب عادي دلوقتي نقدر نثبته من غير باودر، بس فيكس بلس وخلاص خلاص. أوكي. مثبت ميك اب. انا دلوقتي هقول لك حاجه علشان اخلص بسرعه جدا، في حاجه طالعه صايحه دلوقتي ميك اب اسمه، يعني مفيش اسمه، ما تقوليش اسم، لا مش الماركه. طيب التكنيك هقوله لك بالعربي. امشي بالتكنيك، انا معاكي في التكنيك. هقوله لك بالعربي وبالانجلش. اسمه مونوكروماتيك، مونو يعني احادي، تقنيه احاديه اللون. يعني ايه احاديه اللون؟ يعني شفايف، خدود، عين نفس اللون. كان زمان بيعملوه، دلوقتي طالع موضه جدا. هنا مثلا تستخدمي مثلا وليكن، خلينا نستخدم الروج خلاص. بصي انا بقول للبنات ارخص اقل حاجه نقدر نعملها، طبعا المفروض نحط محدد بس احنا ما عندناش وقت. هحط لها خلاص، عملت لها شفايفها تمام بنفس اللون. هنحط البلاشر. ما تهزريش والله، والله بيطلع فظيع. عندك بقى كل الالوان، كل الالوان تقدري تستخدميها. على فكره التقنيه دي دلوقتي عالميه، كل العالم شغاله بيها. يعني في مودلز عالميين وميك اب ارتس عالميين وممثلات عالميين في العالم العربي والعالم الغير العربي بيستخدموا التقنيه دي تمام. وفوق العين، وفوق العين، وفوق العين، وفوق العين. بس طبعا ما تستخدميش يعني الوان، في الوان تبقى احاديه كده. انا بس عايزه افهم. افهمي افهمي ويبقى حلو قوي رمادي. طيب في ناس درجة بتحط فوشيا والله بيطلع حلو، الوان ترابيه، بيج، نود، الوان. تقنيه اسمها مونوكروماتيك او احاديه اللون تمام. اللون اللي انا عايزاه بقى. ايوه بالظبط. عارفه البرونزر اللي هو خلاص بنحط هنا هنا وهنا نود بس. يا شاطرة يا هبة. لا لا هبة الششتاوي دي، لا لا براو. تمام. ممكن نثبته وخلاص كده. وخلاص كده احنا خلصنا الميك اب خلاص. طبعا في حاجات بقى تانية. انا قدامي قد ايه بس عشان اعرف؟ احنا قدامنا دقيقتين. ليه كده؟ نعمل ايه؟ طيب ابو تورته خد الحلقه. اخص عليك يا ابو تورته. معلش يعني يستاهلها حبيبي. طيب خلاص يستاهلها والله. من ضمن الحاجات برضو اللي مهمه تبقى عندي بنت، يبقى عندها طبعا كحل عند كل البنات. انا بفضل الكحل البني مش الاسود. ليه؟ عشان الاسود بيدي حديه للعين. البنات الصغيره، البنات اللي بتخرج كل يوم الصبح الكلام ده، ما يستخدموش اسود، يستخدموا بني. نستخدمه على الجذور هنا بطريقه مش باينه خالص، وممكن نستخدمه جوه هنا الصبح، هيديكي كانك حاطه ماسكارا، المنظر بيبقى. طب ممكن توري لنا كده فوق الروعه سريعا؟ اوكي غمضي، باين كده على الكاميرا. اوكي. عارفه الروتس كده الجذور بتاعه الرموش، هخليها دلوقتي تبص لك او تبص للكاميرا. لا هي الكاميرا اصلا جايباها. طيب تمام. اول ما هتفتح عينيها بصي لتحت، ما تغمضيش تمام. طبعا احنا لو معانا الوقت كان الميك اب طلع بروفيشنال اكتر من كده، بس زي ما قلت لك انا بعلم خطوات اما دي وبعد كده انت تيجي لنا بقى على طول يا هبه، لان ايه بس كده. اوكي انا هبه هتبقى صديقتي المنيمه. اوكي بس ده انا عايزه اقول لك ان انت ليكي شعبيه كبيره جدا، يعني انا اكتشفت كده لما نزلت الاعلان ان انا طالعه معاكي،
ليكي شعبيه كبيره جدا بره مصر، يعني ما كنتش متخيله كده. اقسم بالله حبايب قلب مامي دول دول فلزه وكبدي. ما تكبريش نفسك. لا والله واكبره وما كبرش ليه، مفيش موضوع. بس هنزود البس اللون يبقى بس يعني، وممكن ما زودوش. وممكن ما زودوش طبعا لو حاسه ان هو ثابت وخلاص. بس باي حاجه كريمي محتاجه ان هي تتثبت، يعني انا حاطه روج كريمي فمحتاج انه يتثبت. أوكي. لو باودر لا مش محتاج. بصي على الكاميرا وشوفي من غير ماسكارا من غير اي حاجه شوفي الفرق. بصي على الكاميرا. بصي هنا وريني بقى كده. اوكي. اخر حاجه هقولها للبنات بالماسكارا بسرعه هتفيدهم جدا جدا قوي. اوكي. ان انت لما تيجي تعملي ماسكارا عشان يطلع كانك حاطه رموش، عارفه الجذور، ثبتي عليها الماسكارا دقيقه كده وقعدي حركي الجذور، حركي كتير كتير واطلعي لفوق. مش البنات دايما بتعمل كده وبتعمل كده، لا لما تكتري في الجذور كانك حاطه رموش. اهو شايفه كده الماسكه دي. حتى انا امسكيها لنفسك مش لازم لحد، تعملي كده الجذور كتير الجذور من جوه وتطلعي بعد كده لفوق. هو انت زي ما بتغيريش من رموشك؟ انا بغير من رموش. اصل احنا عاملين سر انا وهي عشان ما ترمش وعشان ما تعملش اي حاجه، هطلعها قطره. اوكي انت نورتينا النهارده يا بيبو بجد، تسلم ايدك. تسلمي. عاجبني قوي اللي انت عملتيه. شفتي خد ولا حاجه. وعاجبني قوي الوقت بتعمل ميك اب والافكار. ممكن تبصي هنا كده شوفوا يا جماعه، ماسكره واحده بماسكره والتانيه من غير ومن غير رموش كمان. والله برافو هبه الششتاوي، انت نورتينا النهارده بجد، ومتشكره جدا ان انت قطعتي تذكره على حسابك وجالنا من بعيد. انت نورتي العالم حبيبتي. تسلمي تسلمي. شكرا. نورتي قمر. برافو والله، يعني انا مربشت ولا عملت حاجه. مشاهدتي عزيزات خليكم معانا وتابعوني وما زلنا معاكم وهي وبس. وما زلنا في حلقة أبو تورتة. أبو تورتة أبو تورتة. معانا سوزان صباح. والله أنتِ منورانا النهاردة. أنا مودي حلو يا سوزي النهاردة والله. سوزي عاملة لنا حمام يا جماعة على الغداء. صح؟ صح. حمام دايت؟ دايت. في حاجة اسمها حمام دايت؟ في حمام بالكينوا. بالكينوا. لا اله الا الله. يعني ولا في ذلك حاجه، ما انا مش عارف. بس يلا اتفضل اتفضل. اوكي. ده كينوا. ده كينوا. معلش ايه اختي كينوا؟ الكينوا ده نوع من البذور. اوكي. ناس بتفتكره زي القمح. هو مش حبوب، هو بذور وفي بروتين والياف كتير قوي، وهو عامل زي البرغل، فنقدر نستعمله زي الرز وبيشبع وطعمه زي الفريك. طعمه زي الفريك. طيب بنجيبه منين؟ بنجيبه من اي سوبر ماركت. سوبر او ماركت. اي اوكي اتفضلي يا فندم. اوكي. ده كينوا. لا نقول اول مقادير كلها. نقول المقادير كلها. اوكي. كينوا، بصل مبشور، طماطم، توابل لبنانيه مشكله. اوكي. باودر بصل، ودي علشان السلق بتاع الحمام يعني. أوكي. طماطم بصل برضو وحبهان وملح وفلفل. اوكي بس كده. وجوز الطيب. اتفضلي بس. اوكي اتفضلي. اول حاجه هنحط الكينوا وعليه. هو اصلا الكينوا قبل ما نعمله كده لازم ننقعه في ميه لمده ساعه قبل ما واصفيه، وبعدين بيبقى كده. اوكي. زي مثلا زي الفول زي الحمص، يعني بيحتاج ان هو يتنقع في ميه ويتصفى كويس. اوكي. بنحط عليه البصل. جماعه افتحوا التليفونات، انا ما سمعتش النهارده. الطماطم. حلقة النهاردة ما سمعتش ليه فيها صوت الستات. افتحوا التليفونات كده لو عايزين يخشوا يقولوا أي حاجة. أوكي. هي بشرة بس يا جماعة. عايز إيه يا أستاذ حلواني؟ ركزوا بس معاها وهي بتحط لو سمحتوا الحاجات. سوزي وافتحوا لنا كده التليفونات نسمع فيهم الأصوات النسائية كده، حبايبنا كده وبناتنا وإخواتنا كده. لو حد عايز حتة من التورتة ولا حاجة نبعتها له. عايزه تورته وانت ماشي بيه؟ عايزه تورته. بعد الحمام عايزه تورته. اكيد ده. ما انا جبت التورته الحل بقى بعد الحمام. عندي بقى لي انت يا غالي والله. بس ودي الكبد والاومانس بتاعت الحمام متقطعه صغير بنحطها جواها برده. اوكي. ودي المفروض بسيبها حوالي نص ساعه كده علشان ايه تبقى كلها. نص ساعه. نص ساعه. في التلاجه. في التلاجه. سيبها شويه كده برده عشان ايه كل
الكينوا يتبل والحاجات تتبل. مسكت نفسها. مسكت نفسها. حلو بالظبط. اوكي. بس بعدين بنجيب الحمامه. اختي الحمامه شكلها صغنونه شويه. اه. عامله دايت. عندها برد يكبر. ايوه. بس بنحشيها كده. زي الحمام عادي بالرز. النبي انت عسل والله يا سويس. بس ده اسرع طبخه حمام انا شفتها في حياتي. وعلى فكره بجد طعمه حلو جدا. انا عارفه ان يعني الناس مش متعوده ان احنا نعمل اي حاجه. انا هدوء. ما انا قلت لهم الحمام اللي سوزي هتعمله حطوه جنب التورته. وانا بقفله بقى بطريقه ثانيه اشيها كويس. بس اوكي كده بعدين بقفلها بالتوث بيك كده. والله خله السنين دي جميله برضه. بتستعمل بالظبط استعمالات عديده عديده. اوبس كسبتي. احنا حسدنا خله السنين. قالت لك اوبس اوبس. عارف يا استاذ حلواني انا ممكن ارد عادي بقى عشان النهارده حلقه التورته وانا جايه اساسا كل حاجات. فلو سمعت استاذ حلواني بلاش في حلقه النهارده تقولي حاجات هنا عشان والله العظيم شايف انت المسؤول. انا بس قفلت اتقفلت كده من هنا. بعدين نحشيها كويس كده. اوكي. وبرده بالتوث بيك خلت السنان جايين قافلينها. كده تغلي ميه. اه الميه بتغلي. ها بعد كده هنحط في الميه زي ميه السلق. نحط الطماطم البصل حبهان. اوكي ماشي. وملح وفلفل وبنحط شويه من التوابل برضو في الميه. بس نحشي الحماميه الثانيه. لا ما تعملش الثانيه خلاص. عايزه اعرف دي هنعمل فيها ايه. هنحطها اول ما الميه تغلي نقوم حاطينها تتسلق. وبعدين وبعد ما تتسلق لمده 40 دقيقه 45 دقيقه كده بنطلعها نصفيها بندهنها بسمنه او زيت بفرشه كده ونحطها يا في الفرن بمروحه يا بالاير فراير. ايه اختي الاير فراير؟ الاير فراير دي اللي هي بتعمل يعني هي طلعت الاير فراير دي بتسوي مثلا زي البطاطس بتحمر الحاجه بزيت قليل جدا من غير ما تحطي زيت خالص. طيب هات لنا بقى بعد. اه يا حنوني. الو مساء الفل يا حنوني. ازيك يا رضوى؟ انا عملت لك فولو على الفيسبوك النهارده حبيب قلبي مصطفى تورته على فكره. بلاش اسم الاولاني خلينا ابو تورته وخلاص. خلاص ما هو العالم كله عارفينه ابو تورته ده اتعرف. عجبتك حلقه ابو تورته يا حنونه؟ انا عايزه اقول لك ان الولد ده عمل في نفسه حاجه ان العالم العربي كله عرف المشكله اللي انت تسببت فيها. ده دليل يوريك السوشيال ميديا دي بقت حاجه باورفول قد ايه. ان انت حركه عملتها الدنيا كلها. محمد هنيدي بيطلع عليك بوستات يا اخي يعني مش ممكن. يعني هو مش محمد هنيدي بس انت فضحت نفسك بالمنظر ده. ما مش محمد هنيدي بس يا حنونه. مش محمد هنيدي العالم العالم الحمد لله الحمد لله. ابن حلال والله ابن حلال. وبصي بتقعد نيته حبيبي حبيبي حبيبي. يا حنونه دي نورتينا. انا مبسوطه ان عجبتك حلقه. الله يخليكي. انا مبسوطه جدا ان انا عملت لك فولو ومبسوطه ان انا اول مره بتابع الدنيا كده. وان شاء الله مش اخر حلقه. كل مره حتى قاعده مستنيه يا روحي. اي لاف يو اتس بليجر اند اونر حبيبتي شرف. سوزي قالت ابو تورته عملت لنا حمام دايت شكله. بس ده حمام بقى محترم. ده مش حمام عامل ريجيم زي اخواته صح؟ اه هو هو يا شيخه عامل. بس هو عشان يعني اتعمل ظبط. ها ظبط. سوزي النهارده عملت لنا شباب او يا بنات عفوا حمام دايت. كلي بقى وتمزجي من غير ما تتخني ولا تتضايقي ولا تزعلي ولا يجيلك حموضه ولا اي الحاجات. نورتينا وميرسي جدا ان انت كنت موجوده معايا في حلقه النهارده تعجيدا. ميرسي. انا حطيت لك حتى من التورته ان شاء الله لما تبقى عندي. مشاهداتي اعزائي خليكم معانا وتابعوني ومازال معاكم وهي وبس.